En operaciones de Tal en Kebatia, al sur de Jenin, el miércoles, fue abatido el comandante de la Yihad Islámica, Walid Obeidi, conocido también como Abu Qassam. Uno de los asistentes a su funeral fue Zacarías Beidi, ex comandante de las brigadas de Al-Aqsa. InfoLive TV dialogó con él. طبعا الاحتلال الاسرائيلي مش معنا في عمليه السلام ولا معنا بالمفاوضات الاحتلال الاسرائيلي معروف عنه بالقتل والدمار ومعني يفشل كمان يلعب على التناقض الفلسطيني والتنظيمي الان في الاونه الاخيره يتحدث عن انك وضعت السلاح جانبا والان تشترك في مسرح تدير مسرح او تشترك في مسرح لا اعرف بالضبط نعم انا في البدايه عندما حملت السلاح حملته بقرار من الرئاسه الفلسطينيه من رئيس ياسر عرفات وقرار من اللجنة المركزية لحركة فتح والآن هناك قرار من اللجنة المركزية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بوقف العمل العسكري وإعطاء المفاوض الفرصة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني هذا يعني أنك تؤمن بالمفاوضات التي يجريها محمود عباس أبو مالك أنا أؤمن بكل وسائل المقاومة سواء كانت عسكرية أو مفاوضات أو ثقافية أو جماهيرية كل الوسائل التي تؤمن باستعادة حق الشعب الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحريته أؤمن بها هل ترى أفق لهذه المفاوضات مستقبل للبرنامج الذي يجري؟ الشعب الفلسطيني يعيش في حلم إقامة الدولة الفلسطينية فأي أي مشروع أو أي طريق تؤدي بإعطاء الشعب الفلسطيني حريته أنا أؤمن بها اليوم أنت في المسرح هل تريد أن ترسل رسالة للفلسطينيين في المسرح أنه يكفي مع المقاومة والآن حان دور المفاوضات هذا ما تريد أن تقوله من خلال المسرح رسالتنا هي أن أطفال وشباب مخيم جنين من على خشبة المسرح يطالبون المجتمع الدولي بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته أقيم مسرح أيضا في سنوات سابقة وفي هذا المسرح أضيف أطفال وشباب الذين عاشوا في حياة عنف وفي نهاية الأمر كما يقول كما نشر في الإعلام بأن الأطفال في نهاية الأمر عن طريق المسرح عادوا إلى السلاح وقتلوا بعد ذلك هل هذا أيضا سوف يجري لزكريا زبيدي أيضا في هذا المسرح؟ هي أرضا رسالة للإسرائيليين والمجتمع الدولي أن كل الخيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة سواء كانت على خشبة المسرح المفاوضات المقاومة كل الخيارات مفتوحة فلا يعني رسالتنا هي لا تذهبوا بنا إلى الخيار الآخر إذا فشلت المفاوضات ما بين الإسرائيليين وأبو مازن وفشلت بشكل كلي هل سوف تعود إلى المقاومة مرة أخرى أو إلى السلاح؟ طبعا كل الشعب الفلسطيني سيتحول إلى انتفاضة شعبية وانتفاضة مقاومة لماذا؟ لكنك تؤمن بالمفاوضات نعم ولكن إذا فشلت المفاوضات هناك طرق أخرى ماذا سوف تعود للسلاح مرة أخرى؟ نعم يعني اذا 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 اذا, إذا المفاوضات لا تجدي نفعا او لا تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه سيستخدم الشعب الفلسطيني كل الطرق كل السبل بما فيها المقاومه المسلحه. زكريا انت تعرف اسرائيل كيف تتعامل في الضفه الغربيه وفي غزه، لو نقول انه في المستقبل القريب قامت اسرائيل في عمليه التي اصابت او اضرت احد من المقربين لزكريا زبيدي. هل ستعود بالفعل الى المقاومه بالرغم من وجود مفاوضات حاليه مع الطرف الاسرائيلي والفلسطيني؟ لا انا التزم بقرارات منظمه التحرير وقرارات المجلس المركزي لحركه فتح بالنهايه، عندما تطلب مني المجلس المركزي وحركه فتح العوده الى العمل المسلح ساكون على راسها.